والسلام عليكم، كيدايرين؟ لاباس؟ نتمنى انكم تكونوا في احسن حال. الا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه، ما تنساوش تشاركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. اليوم جيت لكم بواحد الحلويات تجي زوينه راقيه واقتصاديه، مكونات كاينين عندنا كاملين في الدار. هي بدون بيض، بالنسبه للناس اللي ما تياكلوش البيض ما يمكنش يتحرموا من الحلويات، داكشي علاش جبت لكم هذه الوصفه. نتمنى انها تعجبكم، بقاو معانا باش تشوفوا المقادير. كنحتاجو 250 غرام ديال الزبدة، درجة ذوبتها مع البرد، دابا ما تبغيش تخدم ليا وهي باردة. كنحتاجو كاس ديال السكر كلاصي، كنحتاجو كاس زيت، كنحتاجو جوج خمارات من فئة 7 غرام، كنحتاجو فانيلا، كنحتاجو شوكولاتة مسوس، وكنحتاجو الدقيق. تزيد تجمع لنا الخليط في الاخر ونقول لكم شحال احتاجيت من كاس. وسنيده الزين، نبداو على بركه الله. اول حاجه كنبداو بها هي سكر كلاصي، كنضيفو ليه الزبده، كنضيفو فوفاني، بعد ما خدمناها ولات لنا هكا ياكل البوماده، كنضيفو الزيت، بعد ما تخلط لنا كلشي كنضيفو الشوكولاته. على حساب اللون اللي غتبغيو، اللي من الافضل انها تجي كحله. بعد ما يبتدي تجينا خالص كنضيفو الدقيق، وكنبدا نجمع في الخليط ديالي. من بعد ما جمعنا الخليط كنتو تشوفوا احتاج ليا تقريبا 4 كيسان ونص، على حساب النوعية تاع الدقيق اللي غتستعملو، تنشوفو واش تيقدر انه يتجمع لنا في يدينا. صافي، محتاجوش دابا نزيدو الدقيق، وغادي نبداو دابا نطبقو في لي رولو ديالنا. كنبداو نديرو في سنيدة باش نوجدو المكان ديال العمل ديالنا. وكنبداو الروليو كنديرو على شكل باغيطة، وكنجيبوها كندوروها في سنيدة،
كنبقاو غاديين هكذايا حتى تنساليو الكميه اللي عندنا. من بعد كندخلو هاد الرولوات للثلاجه حتى يشدو راسهم ونتلاقاو من بعد. من بعد ما بردات لينا الحلوه ديالنا وشدات راسها كنبداو نقطعو فيها. كنجيب الطاوة ديالتي الطاوة اللي ديجا انا فوتها ديما انا كندير البابي كويسون باش هكا تنتفادى ان الحلوة تشد ليا. وكنبداو نرتبو الحلوة ديالنا وكنديرو لها واحد التقيبة الوسط باش هكا نعمرها ملي تخرج من الفران. كنبقى غالية هكاك حتى تنسالي الحلوة ديالي. شدي من بعد ما سالينا التقطع ديال الحلوة ديالنا وتقبناها غندخلوها على حرارة متوسطة ونرجعو من بعد. من بعد ما طابت لينا الحلوه ديالنا كندوزو للمونتاج. انا كنزينها بالشوكولاط الابيض ولكم الذوق حسبي شنو واش البرميسيل واش العقيق واش لوز ايفيلي ولا الفواكه المعسله. نبداو على بركه الله المونتاج. كنخليو حتى تيشد هاد الشوكولاط فراسو. تنبقاو بهاد العملية حتى تنساليو الحلوة لي عندنا. هاد المقادير لي عطيتكم خرجوا لي تقريبا 180 حبة. بعد ما شد لينا الشوكولاط شويه في راسو كندوزو وكنبداو نزوقو. بقاو غادي بحال هكا حتى تنساليو الحلوة ديالنا. تنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يعجبكم ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.